ازاي اخلي جسمي يتخلص من السموم؟ طب السموم بتخش جسمي ازاي؟ السموم بتخش جسمي عن طريق الاكل الملوث والشرب الملوث. يعني انا بشرب عصاير ملونه فيها الوان صناعيه وفيها مكسرات طعم وفيها مواد حافظه، ونفس الكلام في الاكل المعلب والاكل الفاست فود اللي هو اكل المطاعم السريعه، كل ده بيعمل سموم في جسمي. طب ايه العضو المسؤول عن تحلص السموم في الجسم؟ هو الكبد. والكبد برضه هو نفس العضو المسؤول عن التخلص من الدهون. وبالتالي لما انا اكل حاجات فيها سموم كتير كبدي يتعب، وبالتالي يخلي التخلص من الدهون بطيء جدا. مش بس كده، ويديني اعراض الارهاق وارهاق عيالات اللي تحت العينين والشعور بالخمول ومشاكل التسمم طبعا. هتخلص ازاي من السموم؟ الديتوكسيفيكيشن لو هتخلص من السموم اعمل المشروب بتاع الديتوكس. اتعمل ازاي؟ اجيب حزمة بقدونس، حزمة جرجير، ليمونة متقطعة، نعناع متقطع، واحطهم في الخلاط مع نص لتر مية، واصفي المكونات دي كلها، واشرب كوبايتين قبل كل وجبة. شاروا الفيديو ده عشان ده مهم جدا، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد في التعليقات، وتحياتي لكم، معاكم الدكتور باسم الهابط استشاري الصحة العامة.